السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا كلكم بخير. هنتكلم على موضوع مهم جدا إن شاء الله. بنتكلم على الموبايل أبليكيشن ديفلوبمنت، هنركز فيه على الهايبريد موبايل أبليكيشن ديفلوبمنت، لكن في الأساس بنتكلم عموما برضو على الموبايل أبليكيشن ديفلوبمنت وإيه التولز وإيه وإزاي أخش الأريا دي. وأحاول إن شاء الله إن يكون السيشن دي بتقدم يعني معلومات لاي حد عايز يخش اصلا الاريا بتاعت ان هو يشتغل في الموبايل ابلكيشن ويعني يطلع بيه برودكتس، ايه الاختيارات وايه الاتجاهات كلها. نحاول نغطيها ان شاء الله بالكامل باذن الله. فنبدا مع بعض كده ان شاء الله. الاول لو جينا نتكلم، انا عارف ان المفترض ان احنا نتكلم عن الهايبريد موبايل ابلكيشن، لكن مش هي بس، لان في كذا حاجه مهمه جدا هتبقى متعلقه بالموضوع. فاحنا في الاخر بنتكلم عن الموبايل ابلكيشنز، تمام؟ موبايل ابلكيشنز زي اي ابلكيشنز موجوده كسوفت وير موجود على يعني على الاوبريتنج سيستم بتاع الويندوز مثلا او الماك او غيره، بننزل البرامج اللي احنا بنحتاجها كذلك في الموبايل ابلكيشنز زي ما احنا عارفين. بس انا عايز اقول موضوعه فين؟ هو موضوع ان اليوزر دايما بيتعامل مع الابلكيشن بتاع الموبايل. الابلكيشن ما بيتعاملش مباشره مع الهاردوير، لكن بيتعامل مع الاوبريتنج سيستم، والاوبريتنج سيستم هو اللي بيبدا هاردوير. احنا مش موضوعنا خالص ان احنا نتكلم على الهاردوير، لكن احنا مقصصنا كله بنتكلم في الحته دي بس في الابلكيشن اللي بيتكلم مع اليوزر وبيدي للاوبريتنج سيستم. فهي دي الفكره بتاعتنا، فخلينا دايما كلامنا متعلق مع اليوزر ومتعلق مع الاوبريتنج سيستم، مش هنجيب سيره خالص الهاردوير ماشي ازاي. طبعا انا برضو عايز اتكلم على حاجه مهمه جدا في الموبايل ابلكيشن. لما اقول موبايل ابلكيشن مش معناه ان انا بشتغل على الموبايل، مش على الموبايل ديفايس سمارت اللي هو السمارت فونز، مش على التابلتس، مش على التي فيز اللي هي السمارت تي في، يعني بيشتغل على السمارت ووتش على الى اخره من الايه من ال بنحب نسميها يعني السمارت ديفايس، تمام؟ طيب يبقى احنا نتكلم اولا، عرفنا ان احنا بنتكلم على الابلكيشنز، خلاص الابلكيشنز دي ريليتد مباشره بالاوبريتنج سيستمز، خلاص الموبايل ابلكيشن ليه اوبريتنج سيستمز خاصه بيه، تمام؟ فزي ما عندنا اللينكس والويندوز والماك والكلام ده كله على الديسكتوب او على الكمبيوتر، كذلك موجود عندنا اوبريتنج سيستمز على الموبايل ابلكيشنز، اشهرهم طبعا اندرويد والاي او اس. دول موبايل ابلكيشنز اوبريتنج سيستم للموبايل ابلكيشنز المختلفه، ما لناش دعوه بالجهاز نوعه ايه ولا سامسونج ولا مش عارف ايه، ما لناش دعوه بنوع الجهاز، يعني بنتكلم على الايه الاوبريتنج سيستم. ليه بتكلم على الاوبريتنج سيستم ما دخلتش على طول ليه في الابلكيشن ديفلوبمنت وخلاص؟ هقول لك ليه، لان الموضوع كله مرتبط بالاوبريتنج سيستم، الموضوع بتاع الابلكيشنز مرتبط بالاوبريتنج سيستم، حتى المفضله اللي احنا هنتعلمها ان شاء الله ما بين الابلكيشن تايبس او الابلكيشن طبعا ديفلوبمنت تايبس هلاقيها كلها متعلقه بفكره الايه الاندرويد والاي او اس والكلام ده كله. فاحنا كده محتاجين نبقى عارفين الفكره، لكن هي الفكره سهله، يعني الفكره محكومه جدا 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 في السمارت فونز تقريبا، في الاوبريتنج سيستمز الموضوع محسوم لغايه يعني الاحصاء لغايه 2009 19 اللي هي السنه اللي احنا فيها او السنه قبل اللي احنا فيها دلوقتي. الموضوع منتهي ان اندرويد واخد من السوق حوالي 75% من السوق، والاي او اس واخد حوالي 23% من السوق، والباقي يعني يعتبر مش موجود بشكل حقيقي. يعني طبعا انا بتكلم على الوقت الحالي، بمعنى ان هل ممكن مثلا هيبقى في اوبريتنج سيستمز ثانيه منافسه؟ طبعا ده وارد، بنتكلم على الوقت الحالي. فده دول التو بوبيولار ايه موبايل ابلكيشن او موبايل اوبريتنج سيستمز، تمام؟ الاي او اس عرفنا ان ده اللي هو الاساسي بتاع شركه ابل عشان يشتغل على الايفون الايباد بفيرجناته والايبود تاتشنج والكلام ده كله. الاندرويد طبعا الاوبريتنج سيستم معروف بتاع جوجل. طيب الاحصاءات بتقول، يعني انا بتكلم ليه في الموبايل ابلكيشن ديفلوبمنت، في الموبايل اوبريتنج سيستم في الماركت شير في السوق هلاقي دي الاحصائيه دي لغايه مارس 2020، تمام؟ هتلاقي ان الخط اللي فوق دوت مستوى استخدام الناس للاندرويد، اللي تحت دوت مستوى استخدام الناس للاي او اس، الخطوط اللي كلها عند الصفر اللي مش باينه دي كلها باقي الحاجات، تمام؟ فهتلاقي ان الاندرويد قريب من 80% او عند او فوق ال 75%، والاي او اس زي ما احنا شايفين في العشرينات يعني. طيب برضو الاحصائيات توضح لنا اهميه الموضوع اللي بنتكلم فيه.
بالنسبه للتابلت على اساس ان هو برضه موازي للموضوع بتاع الموبايل الموبايل، فتلاقي ان نفس الاسلوب برضه بادئ عند 75 وفوق هنا الاي او اس تحت عند العشرينات. لكن تلاحظ ان لا، ان في الفتره الاخيره تمام من اواخر 2019 وفي زياده في استخدام الايباد بتاع ابل، على اساس انه بينزل كمان التابلتس بتاعت اندرويد بتنزل اقل يعني. تمام كويس جدا. الحاجه الثانيه برضو ليه بنتكلم عن موبايل ديفلوبمنت او موبايل ابلكيشنز وازاي نعمل ديفلوبمنت في الموبايل ابلكيشنز، حاجه مهمه جدا ان بالاحصائيه بقى لما نيجي بنقارن الابلكيشنز بتاعت الديسكتوب والابلكيشن بتاع الموبايل وبتاعت التابلت كماركت شير في السوق، هنلاقي احصائيه غريبه جدا. الاحصائيه دي طبعا هي من على ستيت كاونتر، يعني انا سايب الموقع على ستيت كاونتر لغايه مارس 2020. فبنتكلم ان احنا لو خدتوا بالكم الخط الاولاني اللي فوق خالص دوت، ده بتاع الموبايل ابلكيشن، الخط اللي بعديه الديسكتوب، الخط اللي تحت التابلت. التابلت اقل استخداما، لكن الموبايل ابلكيشن اعلى في الماركت شير بتاعته عن حتى الديسكتوب، سواء كان في شكل بي سي او في شكل لابتوب او كده. فده معناه ان الموبايل ابلكيشنز سوقها اكبر، احتياجها اكتر، الناس محتاجاها اكتر في السوق. تمام، فمش مفترض ان احنا ايه يعني ما نركزش في الموضوع بتاع الموبايل ابلكيشنز ده، لان السوق بيقول او الاحصائيات بتقول ان هو اللي جاي يعني. سوري طيب. طبعا الاحصائيه دي برضو بتتكلم على الدخل بليون كدولار يعني، فبيتكلم ان الدخل بتاع الموبايل ابلكيشنز تمام في 2020 بيوصل لغايه 580 بليون دولار. تمام، رقم طبعا فظيع جدا، مش موبايل ابلكيشنز بس، هي الموبايل ابلكيشن بس، انا اسف، اللي هو وورلد وايد موبايل اب ريفينيو بتاعها بس. طبعا التوقعات انه هيعلى اكتر من كده بكتير جدا في السنين اللي جايه، فالموبايل ابلكيشن هو اللي جاي ان شاء الله، هو المهم او هو الاكثر تواجدا كاب يعني، فلازم الناس تهتم بيه. طيب نخش بقى في موضوع بعد الانترو دي، الهايبريد موبايل ابلكيشنز. الهايبريد موبايل ابلكيشنز لو جينا نعمل ديفينيشن ليها، اللي هي ميكس ما بين النيتيف ابلكيشنز والويب ابلكيشنز. فعشان كده عشان نقدر نعرف بالظبط الهايبريد ابلكيشنز وهنتعرف عليها هي والكروس بلاتفورم، على ان التو كونسبت دول او المفهومين دول بيعملوا تداخل جامد جدا مع الناس وبيعتبروهم واحد ساعات، مع ان هم في اختلاف واختلاف جوهري جدا ما بينهم هم الاثنين. فلازم عشان نقدر نعرفه نعرف الاول النيتف ونعرف الويب ابلكيشنز ونعرف هو قدر يجمع ما بين الاثنين ازاي. تمام، ولذلك هنتكلم على النيتف ابس الاول. هنتكلم على النيتف ابس، هركز طبعا على اندرويد والاي او اس لان هم دول السوق كله. فالنيتف ابلكيشنز سواء كان ابل او كان اندرويد، كان اي او اس يعني او اندرويد، دول تو بلاتفورمز بيستخدموا ستاندرد لانجويج، ستاندرد تولز، ستاندرد فريم وركس بتاعتهم، كل حاجه خاصه بيهم. فهتلاقي مثلا ابل بتستخدم طبعا اوبجيكتيف سي او سويفت حاليا عشان تشتغل على الاي او اس بتاعها. هنلاقي ان اندرويد تشتغل دلوقتي يا اما كوتلين يا اما جافا عشان تشتغل على البلاتفورم بتاعتها وتبني النيتف موبايل ابلكيشنز بتاعتها. يعني من الاخر بيتكلموا بلغه خاصه بيه، وكل واحد بيتكلم بلغه خاصه بيه على اوبريتنج سيستم خاص بيه، وباسلوب في الفريم ورك بتاعته خاصه بيه خالص. تمام، طبعا والتولز اللي بتشتغل هنا برضو خاصه بيه، يعني مثلا ابل بتشتغل على برنامج بنزل له برنامج اسمه اكس كود عشان نقدر نشتغل عليه ونرن عليه الكود بتاع الاوبجيكتيف سي او سويفت ونشغله. عندنا في الاندرويد لازم ننزل اندرويد ستوديو مثلا او ما شابه، لان في برضه حاجات ثانيه زي انتل جي مثلا، وعشان نكتب عليه جافا او كودلين. تمام، والاندرويد بينزل
الابلكيشنز بتاعته على بلاي ستور زي ما احنا عارفين، والاي او اس بينزل على اب ستور. تمام، وبالشكل ده كل واحد ماشي في اتجاه موازي للاخر، منفصل تماما عن الايه، عن الاخر. ده اسمه النيتيف موبايل ابلكيشنز ديفلوبمنت. تمام، دي النيتيف. ليه النيتيف الناس بتحب النيتيف وبتحب تشتغل نيتيف؟ هنعرف شويه مميزات بتخلي دايما النيتيف ليه يد عليا في استخدامه في السوق. اول حاجه، هو سهل جدا انه يشتغل اوفلاين. يعني فكره الاوفلاين موبايل ابلكيشنز النيتيف ما عندوش مشكله خالص، بتنزل موبايل لو ما فيش انترنت الدنيا شغاله زي الفل. تمام، هو فاست جدا، فاست جدا، سريع، ما عندوش اي مشكله. بيحصل له بيلد على ايه، سبيسيفيك بلاتفورم، على يعني على اوبريتنج سيستم معين. الابديت والمينتنس سهله وطبيعيه وستاندرد، ما فيهاش مشكله خالص. طيب، الماركتنج بتاعته زي ما هي معروفه مع الاب ستور، يعني بلاي ستور، فما فيش، والدنيا بتاعتها واضحه والنقاط محطوطه من الاول. بقدر من خلال النيتف ابلكيشن اقدر اوصل للفانكشناليتيز اللي موجوده في النيتف ديفايس بالكامل. يعني ايه الفانكشناليتيز اللي موجوده في النيتف ديفايسز؟ يعني اقدر افتح الكاميرا، جي بي اس، اي سنسور ايا كان نوعه، بقدر اتعامل معاه بشكل مريح جدا. ما فيش بقى يعني متاخر او حاجه، لا الدنيا معايا يعني وي واحد، ما فيش مشكله. اليو اكس بتاعته هي اصلا اليو اكس بتاعته نيتف، فيعني مثلا الباتنز بتاعه الاندرويد بتاخد شكل الباتنز بتاعه الاندرويد، المنيو بتاعته، السايد منيو بتاع، كل حاجه نيتف. فهو بيبقى زي الاوبريتنج سيستم والدنيا ماشيه سموثلي خالص. ماشي، طيب الشغل بتاع البوش نوتيفيكيشنز، لو في نوتيفيكيشنز بتوصل لك من على الاب، بتقدر تعمل بيها طبعا حاجات شغل في الماركتنج، مش عارف ايه، بتنكريز الاب، الاب يوز بتاعتك وكلام من ده. فكل دوت مميزات كامله متكامله في النيتف. تمام، طب هل في عيوب؟ دي الادفانتجز. هل في ديس ادفانتجز؟ هل في دروباكس بتاعت النيتف؟ قال لك اه، في حاجتين اساسيين هم اللي عاملين لنا قلق كبير جدا في النيتف وهم مش قليلين. اول حاجه هو ايه؟ اكستريملي كوستلي، يعني هو في مشكله ان هو غالي، بيحرق فلوس. والاسوء ان هو كمان بيعمل تايم كونسيومنج، يعني برضه بيحرق وقت، يعني بيحرق تايم وبيحرق كوست. وهقول لك ليه النيتف بيحرق وقت وبيحرق كوست؟ لان انا لو عايز اطلع موبايل ابلكيشن يكون مثلا على اي او اس ويكون على اندرويد، فانا فعليا بجيب تو تيمز بيشتغلوا على الموبايل ابلكيشن بتاعي عشان نقدر نطلعه. فطبعا بيبقى فيه كوست عشان يقعدوا مع بعض ويماتش نفس الشغل وبيعيدوا نفس الكود، فبيحرقوا وقت تاني، وقت مضاعف. تمام، طيب في نفس الوقت انت بتحتاج ديفلوبرز برضو يعني عندهم اكسبيرينس عاليه في البلاتفورمز والاندرويد والاي او اس والكلام ده كله، فانت بيبقى عندك تنوع. يعني مش مثلا واحد بس فبيشتغل شويه اندرويد وشويه اي او اس ويطلع الاثنين، مفيش كده في النيتف. في النيتف مفيش كده، لكن في الحاجات الثانيه هنشوف ان شاء الله بقى. فدول يعتبروا يعني كوست، تايم، واكسبيرينس مختلفه في الاي او اس باللغات بتاعته وبالابلكيشنز بتاعته والتولز بتاعته، في الاندرويد الايه باللانجوج بتاعته واللغات بتاعته والكلام ده كله. طيب التولز المستخدمه في الاثنين، في النيتف، في الاي او اس مثلا زي ما قلنا الاكس كود او الاب كود. تمام، اتوم برضه شغال، ممكن نشتغل بيه. في الاندرويد ممكن نشتغل اندرويد ستوديو، ممكن نشتغل اندرويد اي دي اي، ممكن نشتغل انتلي جي، ممكن حاجات ثانيه. والاكزامبلز طبعا الشهيره زي بنترست مثلا في الابلكيشنز النيتف، طبعا في كتير اكزامبلز كتير. طيب ده النيتف اول مرحله، اتكلمنا على اول نوع. تمام، النوع الثاني ان احنا بنشغل على الموبايل ابلكيشن حاجه اسمها ويب ابس. الويب ابس ببساطه هو موبايل هو ويب ابلكيشن، يا اما مبرمج بالاسلوب الريسبونسيف، والريسبونسيف معناه ان هو لما بيتعرض زي ما احنا شايفين كده على الموبايل بياخد تنسيق متوازي ومش وحش، ولما بيتحط على التابلت بياخد عرض مختلف، ولما بيتحط على الديسكتوب او الموبايل او اللاب او اللابتوب بياخد شكل ايه مختلف. فهو بيعمل عمليه ايه، ريسبونسيف او الاحدث اللي هو الموبايل فيرست. المهم ايا كان الاسلوب اللي انت تشتغل بيه وانت بتبني الموبايل ابلكيشن بتاعك، انت بتشتغل فعليا كله ويب ابلكيشنز. تمام كده،
هو مش ريل ابلكيشنز يعني ابلكيشن نازل على الموبايل، لا هو فعليا موبايل اب مشكلته كلها ان هو بتخشه من خلال لينك، ادي اول مشكله. تمام؟ طيب فهو ويب سايت بس انت ما بتيجي تبص عليه مش هو مش نيتف ابلكيشن، يعني هو مش نيتف، هو ويب ابلكيشن. تمام كده؟ فالاحساس اللي بيجي لك هو ويب ابلكيشن، لازم يحتاج براوزر عشان يرن. تمام؟ بيتكتب في الاخر بال HTML5 CSS 3 جافا سكريبت. فلو انت عايز تشتغل في الاسلوب ده هتبقى شغال على الاساليب الاساسيه دي. تمام؟ غير الاي او اس وغير الاندرويد في مميزات طبعا، مفيش بقى سوفت وير ديفلوبمنت كيت اس دي كي زي الاس دي كي اللي موجوده للاندرويد والاس دي كي اللي موجوده للاي او اس والكلام ده كله، لا مفيش عندك مشكله، اي فريم وركس بتاعت اي حاجه ويب تقدر تدوس وتشتغل ويب عادي جدا، بس المهم تهتم بالايه؟ فكره الريسبونسيف عشان يتعرض على الموبايل شكله كويس وعلى التابلت وعلى الويب سايت. وده على فكره بقى شيء دلوقتي اجباري، يعني حتى دلوقتي الناس اللي بتشتغل ويب ابلكيشن لازم يكونوا مهتمين بحاجه زي كده، ما ينفعش ان هم يغفلوها بالذات بعد الاحصاءات اللي احنا عرضناها ان اغلب الناس بتستخدم حتى الموبايل ابلكيشنز في حياتها العاديه. ده الويب سايت، الويب سايت ابس. ليه الناس بتحب الويب سايت ابس؟ ايه الميزه؟ اللي على اليمين ده الادفانتج، ان انا عندي كومباتيبلتي. يعني ايه؟ يعني انا عندي نظام واحد بعمل بطن على الويب بيشتغل معايا بقى على الاي او اس، بيشتغل معايا على الاندرويد، بيشتغل معايا في اي حته، انا ما عنديش مشكله خالص. تمام؟ على اي على رجع تاني على الديسكتوب، دي اول حاجه. فانا بتعامل بوان كومبوننت يعني او كنترول، والكنترول ده بيتعرض على الاوبريتنج سيستمز المختلفه وعلى الديفايسز المختلفه، ما فيش عندي مشكله. تمام؟ برودر ريتش دي مقصود بقى ايه؟ يعني انت عندك مالتي ديفايس سبورت، ريسبونسيف ويب ديزاين، وعندك على بلاتفورمز مختلفه. تمام كده؟ فهو عندي هو كومباتبل، وفي نفس الوقت بيقدر يعني كاستمايز عرضه على حسب حجم الديفايس اللي هو بيتعرض عليه. السبورت والمينتننس العمليه بسيطه جدا، لو كوست، الابجريد سهل جدا لان هو في الاخر ويب سايت عادي جدا. لو انت عايز تحدثه انت بتابديت الويب سايت بيبقى خلاص اوتوماتيك، عمل ابديت عند كل الناس، عمليه بسيطه. كل الحاجات دي على الرغم ان هي بقى حاجات كده بس حاجات مهمه ومفيده وبتخلي الناس بتفكر في الموبايل، في الموبايل ويب سايت. وهي فعلا على فكره هي موجوده رغم ان هي ممكن تكون اقل واحده فيهم، لكن هي موجوده بشكل ان اي حد بيبني ويب سايت لازم ياخد باله من الايه؟ من الحاجات دي عشان الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. ايه الديس ادفانتج؟ ايه المشاكل الدروباكس اللي موجوده في الويب سايتس؟ اول حاجه هو مش يعني هو مش اب، فمش نازل بشكل اب ولا حاجه من دي خالص، وفي نفس الوقت ما عندوش السمارت فون فيتشرز خالص، مش قادر يمتلك السمارت فون فيتشرز، هو بيعرف جاست موبايل حاجات بسيطه. اليو اكس بتاعته، اليو اكس رغم ان احنا الحمد لله عملنا يو اكس مره واحده وشغال على كل الاوبريتنج سيستمز المختلفه والديفايسز المختلفه، لكن اليو اكس ما بتطلعش بشكل الاندرويد، ما بتطلعش بشكل اي او اس، يعني ما بتقلبش، فهي بتفضل زي ما هي. فطبعا ديسكتوب اكسبيرينس خالص، طبعا ده برده من العيوب. الاوف لاين اكسس ليميتد جدا، رغم ان احنا بنقدر نشتغل برده اوف لاين وبنعمل ويب ابلكيشنز بتبقى اوف لاين، بس برده بتبقى ليميتد فانكشناليتيز موجوده فيها، يا دوبك بنكاش كام بيج كده وبتاع، وبنعمل فيها شغل كتير عشان نعمل الكاشنج، لكن في الاخر ما هياش الايه القويه جدا. فدي كلها من العيوب الخاصه بالويب سايت. تمام؟ طيب التولز المستخدمه في الويب سايتس، كل الويب لانجوجز اللي ممكن تكون بتشتغل في الويب هي يعني طبعا ممكن نقول كفرونت اند لانجوجز يعني HTML5 CSS3 جافا سكريبت طبعا بالفريم وركس العاديه جدا، لكن في برضه بعض الفريم وركس المتخصصه في حكايه الموبايل ابلكيشنز دي زي موبيفاي مثلا وويبلي. موبيفاي وويبلي دول اساسيين قوي في انك لو انت عايز تعمل ويب يعني عندك ويب سايت وعايز تقلبه كده كانه موبايل ابلكيشن يعني. وفي بقى اجندو وسكوير سبيس وفي ويكس طبعا ده يعني بس بيطلع طبعا ريسبونسيف بس، وهو وورد بريس والحاجات الشهيره. وطبعا في اكزامبلز كتير جدا من الويب سايتس اللي بتهتم بالقصه اللي حكينا فيها. تمام، ده النوع الثاني. في نوع اعلى شويه في الويب، بس انا قبل ما اروح كده ما تيجي نقارن الاول ما بين الاثنين، ما بين النيتف والويب.
احنا دايما النيتف هيبقى هو الاصل، ودايما بنقارن بيه كل حاجه بناخدها جديده، كل نوع من انواع الموبايل ابلكيشنز بنقارنه بيه. فهتلاحظ ان الاحصائيه بتقول ان 90% من قعده الناس على الموبايل بيستخدموا ابس، 10% بيفتحوا البراوزر ويخشوا على الانترنت. فمن الاخر الويب ابلكيشنز اللي احنا بنتكلم بيها دي العمليه فيها غير مجديه بشكل كويس بصراحه. يعني ان احنا نتكلم في 10% وسايبين 90%، طبعا دي كارثه من الكوارث. فطبعا الوقت كله بيتقطع على الموبايل ابس مش على البراوزر. فطبعا ده بيخلي الويب ابلكيشن يتراجع جدا جدا. لكن عملوا حاجه احدث شويه، كسبت الويب اب الويب سايتس الموجوده على الموبايل ابلكيشن تاخد قدرات اعلى وتبقى اقوى جدا من خلال حاجه نوع تاني من انواع الابلكيشنز اسمها البروجريسيف ويب ابس او البي دبليو اي. تمام، البروجريسيف ويب ابس زي الويب اب سايتس العاديه خالص وبيجز العاديه، لكن مدينا شويه يوزر فانكشناليتيز كده عشان تقدر تعمل شويه حاجات حلوه، زي مثلا ممكن تشتغل اوف لاين بشكل كويس ما عندكش مشكله، بتعرف تعمل بوش نوتيفيكيشنز كويسه مش فيها مشكله، بتعرف تاكسس الديفايس هاردوير كاميرا البلوتوث الجي بي اس ما عندكش مشكله قويه، ليميتد بس بتاخد امكانيات اعلى. ايه تاني؟ تقدر تعمل لها ايكون على الموبايل اب بحيث تفتح كانها اب، يعني على الهوم سكرين تبقى ليها ايكون تدوس على تفتحها. فدي كلها مميزات بدات تزيد على الويب ابلكيشنز العاديه بسبب ان احنا دخلنا حاجه اسمها البروجريسيف ويب ابلكيشنز. ده مستوى تاني، مستوى تالت بقى، احنا قلنا النيتف والويب والبروجريسيف ويب. تمام، ده النوع التالت. طب كويس جدا، البروجريسيف ويب ليه الناس بتحب تشتغل بالبروجريسيف ويب ديت؟ اولا هو بيشتغل في الاوفلاين مود كويس، السايز بتاعه الابلكيشنز اصغر من الويب سايتس العاديه. تمام، هو اندبندنت من الاب ستور، يعني واحد عنده اب ستور وواحد عنده بلاي ستور وواحد عنده مش عارف عباس ستور ما عنديش مشكله، انا في الاخر انا اندبندنت خالص وبقدر اوصل للبروجريسيف ويب ابلكيشنز بتاعتي. عمل امبروفمنت للبرفورمانس، يعني بقى اسرع بكتير جدا من الويب سايتس العاديه، في اكتر من 3 ثواني، ده حجم كبير جدا جدا. تمام، اخد بلاتفورم سبيسيفيك فيتشرز زي ما قلنا، ليه في الهوم سكرين في بوش نوتيفيكيشن، بيقدر يحط ايكون في الهوم سكرين، بيقدر يعمل بوش نوتيفيكيشن، بيقدر يتشنج الاورينتيشن، يعني لما تيجي تقلب الجهاز او بتاع يحس بيه، فبيحس بالسنسورز اللي في الموبايل، فخد امكانيات كويسه. تمام، ديس ادفانتج بتاعه البروجريسيف ويب ابلكيشنز كانت ايه؟ الكومباتيبلتي بتاعته في الاي او اس، في مشاكل بتقابل البروجريسيف ابلكيشنز في الاي او اس. طبعا عارفين الاي او اس او ابل كلها عموما هي شركه احتكاريه شويه، فمقفله على نفسها كتير، فمش قادره التكنولوجيز اللي شغاله في البروجريسيف ويب ابلكيشنز اللي هنقولها كمان شويه، ايه التكنولوجيز لو انت عايز تخش في البروجريسيف ويب ابلكيشنز تتعلم ايه؟ هنقولها كمان شويه ان شاء الله، هتلاقوا ان عندها برضه قصور شويه في بعض الحاجات على الاي او اس. في بعض الايشوز في ليجاسي ديفايسز، طبعا البروجريسيف ويب ابلكيشنز بتستخدم كلها تكنولوجيز حديثه في الويب، فكل الحاجات القديمه بقى الموبايلات القديمه والكلام ده كله عندها مشاكل في الموضوع ده اصلا خالص يعني. تمام، كويس جدا. البي دبليو اي كمان في حاجه ثانيه فيها مهمه، طبعا بتحاول تعلي البرفورمانس، بتحاول تعلي شغل الباتري مش عارف ايه، بس طبعا اقل لسه، يعني بعيده عن النيتف، فهي اقل في البرفورمانس والشغل بتاعها عن الايه؟ عن النيتف. فده من العيوب، الاي او اس فيه شويه مشاكل، الاجهزه القديمه فيها مشاكل، البرفورمانس بتاعته اقل بكتير من الايه؟ من النيتف. تمام، طب لو انا برضه عايز اعرف البروجريسيف ويب، ما هو برضه مديني امكانيات كويسه، اتعامل بايه؟ التولز اللي بتشتغل في البروجريسيف ويب ابلكيشن اللي هي الانجلر، الرياكت، بوليمر، كل دي حاجات موجوده بتقدر تعمل بيها بروجريسيف ويب ابلكيشنز. الاكزامبلز الموجوده في مثلا علي اكسبريس، طبعا من اشهر الحاجات اللي معموله اصلا بروجريسيف ويب ابلكيشن، ومهم جدا يعني. طيب لو قارنا، هرجع اقارن برضه الايه بي دبليو اي، هرجع برضه للنيتف ونشوف كده ايه الفكره اللي موجوده فيه.
الكوست بتاعت البي دبليو اي ارخص بكتير جدا من نيتف. ببني الابلكيشن مره واحده بيشتغل معايا في كله، والديفلوبرز متوفرين. فطبعا الكوست يكسب البي دبليو اي عن النيتف، التايم البي دبليو اي تكسب عن النيتف، لان بيعملوا مره واحده ودخ مره واحده طلعت الشاشه او الانترفيس خلاص طلعت. لكن في النيتف لا، ده لسه هطلعها على الاي او اس ولسه هطلعها على اندرويد، بس لا لازم يحصل ماتشنج ما بينهم عشان يبقى الابلكيشن واخد نفس الايه الديزاين والكلام ده كله. طبعا تاخد برضو فعمليه معقده شويه. طيب هل هو بينيد ثيرد بارتيز؟ يعني في اي كومبوننتس بتركب معاه؟ في بي دبليو اي لا خلاص هو ذات نفسه متكامل، لكن نيتف ممكن نحتاج الكلام ده كله. الابديتس طبعا الابديتس في البي دبليو اي يكسب برضو، لان اول ما بتابديت على السيرفر بيبدا يسمع معاك على الايه على الاجهزه. النيتف لازم تعمل بقى ابلود وابديت وكلام زي كده، فلو اليوزر لازم تجبره على الابديت. الاوفلاين مود البي دبليو بيشتغل اوفلاين مود والنيتف بيشتغل اوفلاين مود. الباندويث او والستورج طبعا البي دبليو اي طبعا الاستورج بتاعته اصلا ضعيفه، يعني انا نسيت اقول لكم الملحوظه دي، الاستورج بتاعته ضعيف في حين ان النيتف طبعا مش عنده مشكله. تمام. بس في ميزه في البي دبليو اي بما انه ويب سايتس فبيقدر يحصل له اندكسنج في جوجل، يعني جوجل عموما ممكن تسيرش تطلع البي دبليو اي، لان النيتف ابلكيشنز ما بيطلعلهاش اندكسنج في جوجل، وجوجل بالنسبه لنا مهم لان الناس بتستخدمه بشكل قوي. البوش نوتيفيكيشن شغاله كويس جدا في البي دبليو اي، بس لا الاي او اس مش شغال، مش سبورتد في الاي او اس مثلا، هذه من الحاجات اللي هي المشاكل. مثلا في النيتف شغاله، بيشتغل على الاب ستور داتابيز ويشتغل عادي، لا البي دبليو لا، لكن النيتف شغال. بيأكسس ديفايس فيتشرز كلها البي دبليو اي بس ليميتد، اما النيتف طبعا فول اكسس ما عندوش مشكله. الباتري لايف طبعا بيستخدم طبعا بيهلك البطاريه جامد عن النيتف، النيتف اقل. في بعض المشاكل عندنا في الكروس اب لوجنز بالذات في السوشيال ميديا والكلام ده كله، فبيبقى فيه برضو حاجات مقفوله في البي دبليو اي في النيتف بتبقى شغاله، وكذلك بتبقى مقفوله في الويب سايتس برضو بعض الحاجات غير الموبايل ابلكيشنز. شيرابل يس، ودي حاجه مهمه جدا في البي دبليو اي مش موجوده في النيتف. يعني ايه شيرابل؟ يعني اقدر مثلا اشير حاجه معينه منه على طول بياخد لينك، اقدر، لكن في النيتف طبعا عندي مشكله. المينتننس طبعا والكوست بتاعتها وصعوبتها، البي دبليو اي طبعا المينتننس بسيطه والكوست بسيطه، في النيتف عاليه. فتلاحظ طبعا ان في مميزات جامده جدا في البي دبليو اي مش موجوده في النيتف، بس ما تفرحش قوي كده. يعني البرفورمانس بتاعت النيتف ما زالت هي الاقوى، السكيورتي في النيتف ما زال هو الاقوى، الفون فيتشرز بتاعت النيتف ما زالت هي الاقوى، فدول برضه حاجتين مهمين جدا. طيب السؤال بيقول ان احنا يعني الاستورج مساحتها قليله، بتتضغط لما بتنزل كبي دبليو اي جامد جدا وبيبقى حجمها اصغر من الويب سايتس المتكامل. تمام، ده القصد في الموضوع يعني. تمام. طيب حلو جدا، نتكلم بقى على نوع رابع. احنا اتكلمنا على النيتف، الويب، البروجريسيف ويب، بعد كده وصلنا للهايبريد ايه موبايل ابلكيشنز. الهايبريد موبايل ابلكيشنز عايز يجمع ما بين حاجتين اساسيين. طبعا في الغالب لما نقول ويب ابلكيشنز بيبقى قاصدين بقى الايه البروجريسيف والويب سايتس العاديه. تمام، في الغالب بيبقى الوضع كده يعني. تمام. اما فخد بالك من الحته دي، عشان احنا بنقول ويب دايما زي ما قلت لك بيبقى في الغالب بنقصد الويب ابلكيشنز والبروجريسيف. انا هتكلم بالاسلوب ده رغم ان في فرق وانا وضحت الفرق. النيتف خلاص عرفناه. الهايبرد بقى جه في النص قال لك انا عايز اخد اهم حاجه عندي في النيتف، ان انا اخد كل الامكانيات اللي بتقدمها النيتف اقدر اوصل لها، واخد من ال HTML والويب حته المالتي بلاتفورم، لان دي اهم حته عندي في الويب. اقدر اعمل مره واحده ويشتغل على اكتر من حاجه، فاكت الكوست واكت التايم، واخد من النيتف ان انا اقدر اوصل للفيتشرز كلها اللي في الجهاز والكلام ده.
فالهايبريد ده كان تفكيره في الاول. فالهايبريد موبايل ابلكيشنز بقى اللي هو كان اول حاجه بدانا بيها قلنا هو ميكس من النيتف ولوب ابلكيشنز. ازاي؟ هو بيقول لك هو كونسيستس اوف تو بارتس، هو عباره عن جزئين، الباك اند كود بتاعه والنيتف فيور. هو فعليا بيشتغل كده، يبقى في نيتف فيور من فوق اللي هو بالاخر النيتف، يعني كأنك عملت نيتف ابلكيشن مثلا بالاي او اس او نيتف ابلكيشن مثلا بالاندرويد، وحاطط في النيتف موبايل ابلكيشن ده براوزر، خلاص كده براوزر انترفيس براوزر بس وفاضي. وفعلا بقى من وراه كله الشغل اللي انت عامله، فالشغل بتاعك كله عشان مبني ويب، فبيتعرض في البراوزر اكنه بقى ايه، اكنه ويب ابلكيشنز. فما زالت برضه لو عايز توصل لاي حاجه في الموبايل ابلكيشن بتاعك انت اصلا جوه نيتف ابلكيشن، انت اصلا جوه نيتف ايه، نيتف ابلكيشن. يبقى احنا الباك اند كود بتاعنا في نيتف فيور، النيتف فيور ده هخليني ان انا اقدر ايه اوصل لاي حاجه على الجهاز، لكن انا من وراه بعرض شغل ازاي، بعرضه كويب لان بشتغل عادي ويب اتش تي ام ال 5 جافا سكريبت سي اس اس، بس بتعرضه فين؟ كويب في البراوزر. فلو احتجت اشتغل مع اي سنسور مع اي حاجه مع كلام من ده انا اصلا جوه نيتف ايه، جوه نيتف ابلكيشن. وبالطريقه دي بداوا يلعبوا فكره ان في هايبريد موبايل ابلكيشنز. تمام كده؟ طيب يا ريت لو في اسئله ما حدش يعني شارك يعني. حلو جدا. ايه بقى الادفانتج بتاعه الهايبريد موبايل ابلكيشنز؟ اولا قال لك الكوست جميله طبعا، بكت كوست وتايم، فاستر ديفلوبمنت طبعا، ده التايم الكوست خلاص احنا هو ده اللي ايه الفاستر ديفلوبمنت، سمبلر ان مينتيننس طبعا. ليه؟ ما هو وان كود بيز، انا كاتب بلغه واحده وبنظام واحد، فلو عايز اعدل خلاص الموضوع سهل. لكن لو انا باني اي او اس وباني اندرويد وحبيت اد فيتشر هتروح تعدل في اثنين، صح؟ في عنده بقى الابيليتي بتاعت ان هو يوز النيتف ديفايس فيتشرز، ما عندوش مشكله، بيقدر يستخدم على ايه، على الديفايس فيتشرز بيقدر ياكسسها، وهو ايزي ايه تو سكيل، يعني يقدر يتوسع ويبدا يتنقل لحاجات اكتر ما عندوش مشكله، وياخد امكانيات اكتر بسهوله جدا. طب الديس ادفانتج، احنا كده جميل قوي ده الهايبرد ده، بس في عيوب. اول عيب فيه البرفورمانس برضو بتاعت النيتف ما زالت اسرع، البرفورمانس بتاعت النيتف ما زالت اسرع. تمام. الكروس بلاتفورم ديفلوبمنت از تو، يعني برضو الكروس بلاتفورم ديفلوبمنت برضو بيبقى ساعات بتبقى مكلفه. يعني ايه؟ لو انا عايز اشتغل في بعض الاحيان على بعض الحاجات بتاعت الاي او اس وعلى بعض الحاجات بتاعت الاندرويد، ساعات بكتب كود طويل شويه في ان انا اظبط حته اهم بالحته، هو موبايل ابلكيشن بتاع اندرويد ولا مثلا، اشهر مثال مثلا انا بعمل الباك باتن، الباك باتن ده موجود في الاندرويد بس مش موجود في الاي او اس، فطبعا بضطر اعمل له ايه، اعمل له شغل خاص بيه. بس طبعا يعني ما اعتبرش عيب كبير، لان انا لو رجعت للمقارنه بالنيتف خليه يعتبر برضه ميزه، برضه على الاقل الحاجات الكومون عدت، الحاجات المختلفه بس هي اللي عندي فيها مشكله. طيب اليو اكس طبعا في الابلكيشن طبعا ويل سافر طبعا، لان هتخفيها معاناه برضو، لان برضو ما هواش بيطلع نيتف قوي، لان برضو ما زالت الكومبوننتس او الكنترولز اللي بتتبني ويب بتتعرض جوه البراوزر، فبتاخد برضو طبع الويب، تاخد برضو طبع الايه؟ طبع الويب، فما هياش برضو بالميزه القويه. تمام؟ ما هياش برضو بالقوه اللي احنا متخيلينها. طيب حلو، ايه بقى لو انا عايز اخش في الهايبريد ده بقى. حلو على فكره، يعني ولو السيستم بتاعك اغلبه بيتعامل مع اي بي ايز او ويب سايتس او كلام زي كده بيجيب داتا او بيودي داتا، الحته بتاعت البرفورمانس مش هتفرق معاك، لان انت نيتف او انت هايبريد موبايل ابلكيشن تطلع وتروح تكلم اي بي اي وتجيب بيانات او داتا بيز على سيرفر وترجع بيها والكلام ده كله، هتلاقي نفسك تقريبا بتاخد نفس الوقت، لان هيبقى سرعه الانترنت هي المتحكمه وسرعه السيرفر هي المتحكمه. تمام. فلو انت من عامل ابلكيشن من النوع ده قوي، لا اشتغل على طول الهايبريد وريح نفسك. ايه التولز بقى اللي بيبني بيها الهايبريد موبايل ابلكيشنز بقى؟ عندك فريم ورك 7 كويس جدا واخد صيت الفتره الاخيره، فون جاب كان اشهر في فتره قديمه، ايونيك شديد واخد حقه في السوق وكويس جدا، اوراكل جيت، اوراكل جيت برضو من الحاجات الكويسه جدا، وكوردوفا
انا حاطط كوردوفا فوق عنهم كلهم، لان ايونيك شغال مبني على يعني الكيرنل بتاعته هي كوردوفا، هو من خلال كوردوفا بيقدر يتعامل مع الديفايس ومع الاجهزه، فهو مبني كله على الكوردوفا في الاخر. والاوراكل جيت مبنيه على الكوردوفا، والفون جاب مبني على الكوردوفا. فخدوا بالكم، لان اغلب النوعيه دي من البشر دول بتوع الهايبريد شغالين على اباتشي كوردوفا. فاباتشي كوردوفا حاجه كبيره جدا ومهمه، تمام. فريم ورك 7 لا، هو مبني كله مش واخد كوردوفا، يعني هو مبني على نفسه يعني، تمام. يعني حتى الحته بتاعت الموبايل ابلكيشنز او موبايل ديفايس اكسس بيشتغلها فريم ورك 7 لوحده. فدول حاجات موجوده، تمام. طلعوا برضو ابلكيشنز كتير في السوق زي اير باس طبعا، مبني على كوردوفا تقريبا ايونيك، تمام. طيب طيب السؤال بتاع زميلنا بيقول ايه مستقبل فلاتر في السنتين الجايين؟ طيب ناجل حته سؤال فلاتر، لان لسه قدام كلامنا على فلاتر قدام. فنقول ايه مستقبله جاي ازاي، وهو امكانياته ان شاء الله في الجزء اللي جاي، تمام. لان هو انا ما بعتبروش هايبريد، انا عارف السؤال جه لان هو معتبرينه ان هو هايبريد ابلكيشن، بس انا هقول لك انا ما بصنفوش ان هو هايبريد ابلكيشن، تمام، ومش حاطه من ضمن التولز دي. ليه؟ هتعرف كمان شويه لما اجي اصنف لك. انا بصنفه حاجه اسمها كروس بلاتفورم، وبفرق ما بين الهايبريد موبايل ابلكيشنز والكروس بلاتفورم موبايل ابلكيشنز. ليه؟ هنعرف لما نيجي نتكلم. بس الاول بعد ما قلنا التولز، نقارن الاول الهايبريد بالنيتف زي ما احنا ماشيين، ونرجع ان شاء الله نشوف الايه الكروس، ونتكلم فيه على فلاتر طبعا. فنيجي نقارن، هتلاقي ايه في المقارنه؟ النيتف موبايل ابلكيشن اللغه بتاعته يا اما جافا يا اما كوتلين عشان اندرويد، او اوبجكتيف سي، سويفت عشان اي او اس. بالنسبه للهايبريد كله HTML و CSS و JavaScript، ده كويس. طبعا هنا في النيتف العيب ان هو سيبريتد كود لكل بلاتفورم. هنا طبعا سنجل كود بيز هو واحد. هنا البرفورمانس بتاعت النيتف هاي برفورمانس، طب هنا الهايبريد لوور برفورمانس، تمام. النيتف ابلكيشن بيريكواير مور تايم ماني اكسبيرينس، كل دوت مشاكل، كل دوت طبعا حاجات مكلفه. الهايبريد لا، فاستر تشيبر ايزي طبعا تو ديفلوب، لان اغلب الناس اصلا بتعرف الحاجات الاساسيه. جريت يو اكس طبعا اصله النيتف هو الجريت يو اكس. الهايبريد حلو يعني ماشي الحال، جود يو اكس يعني في حاجات بقت تنزل ايونيك مثلا، بيجيب لك حاجات منسقه شكلها شكل النيتف. الجيت بيجي لك حاجات شكلها شكل النيتف، فكويس يعني مظبطين شويه، لكن ما هواش بالايه بالنيتف. سكيورتي طبعا انهانسد سكيورتي طبعا كنيتف، اما في الهايبريد جود سكيورتي يعني مش مهمه قوي. ايزي تو كاستمايز، وبرده هنا برده يعتبر في الهايبريد ايزي تو كاستمايز، يعني ما اعتبرهاش ان هي كده. في النيتف دايركت اكسس تو نيتف ديفايس فيتشرز طبعا، لكن الهايبريد بيريكواير طبعا سبيسيفيك بلجنز ساعات عشان تنزل زي ما الكوردوفا عشان نقدر نشتغل على حته معينه مش عارف ايه كلام زي كده. طبعا ايزي تو تيست وديباج، وهنا طبعا سمبلر تو مينتين. دي المقارنه ما بين النيتف وما بين الهايبريد موبايل ابلكيشن. تعالى نخش للقصه بقى الحديثه اللي واخده الضجه واللي واخده الشغل كله. الناس ساعات بتصنفها طبعا، وفي سايتس كتير وسايتس محترمه بتصنفها ان هي هايبريد موبايل ابلكيشنز، لان هي هايبريد فعلا موبايل ابلكيشنز، لكن هي مش بس هايبريد موبايل ابلكيشنز، هي كروس بلاتفورم موبايل ابلكيشنز. ليه بنقول ان هي كروس بلاتفورم؟ لان هي بلاتفورمز اصلا بتكرييت نيتف موبايل ابلكيشن. يعني النوعيات دي مختلفة عن الهايبريد. الهايبريد ما بيطلعش نيتف موبايل ابلكيشن، هو بيطلع نيتف بس هو جواه براوزر، والبراوزر بيعرض ويب. لكن هنا الكروس بلاتفورمز بتاعت الموبايل ابلكيشنز اللي هي زي الرياكت نيتف، زي الزامرين، زي الفلاتر، ودول اشهر واقوى ثلاث حاجات موجوده. وفي طبعا اكسلريتور تيتانيوم برضو محترم، تيتانيوم محترم، بس هم دول واخدين الضجه. بيكريتو نيتف موبايل ابلكيشن خلاص، يعني دلوقتي بيطلع نيتف زي النيتف، واخدين بالنا؟ طيب فعشان كده بيتصنفوا تصنيفه مختلفه. ليه بقى الناس بتحب الكروس بلاتفورم موبايل ابلكيشنز ديت اللي بتطلع لي النيتف موبايل ابلكيشن، تمام؟
اولا الكوست كويسه، فاستر، سريع، سمبلر تو مينتين، لان كود بيز كل بيبقى كود واحد بيطلع للاثنين، الويب والموبايل اللي بيطلع للاي او اس والاندرويد. السؤال هنا بيقول ايه؟ يعني اقدر اقول الهايبريد هو عباره عن ويب فيوز موجوده على نيتف اب، يعني زي ما بيقولوا كده السله نيتف، واخد بالك انت، بس البضاعه جوه ايه؟ ويب، تمام؟ لكن الايه الحاويه الرئيسيه هي نيتف فعلا، لكن في الاخر هو ويب فيو كله شغال من جوه كويب، تمام؟ ولو دخلت على مثلا على ايونيك ولا اي موقع من المواقع هتشوف ده بعينك، وهو اصلا بيبني انجلر يعني و HTML يعني، تمام؟ طيب على العموم سمبلر ان مينتيننس، يعني كود بيز واحد، نيتف ديفايس فيتشرز بيقدر اكسس كل ديفايس فيتشرز، مش عنده مشكله. كروس بلاتفورم، ودي قويه جدا جدا، احسن من نيتف في الحته دي. ليه؟ بكتبه مره واحده وبيشتغل بقى اي او اس، يشتغل اندرويد، يشتغل غيره، ما عندوش مشكله. وقلنا النيتف طبعا اب فيتشرز كلها بيقدر يعكسها، ما فيش فيها مشكله. ايه الديس ادفانتجز اللي موجوده في الكروس بلاتفورم؟ الابلكيشن سايز بيبقى اكبر شويه من النيتف، يعني النيتف الاب سايز لما بتكريت حتى مثلا ابلكيشن عليه مثلا، ولا حتى ابلكيشن هلو وورلد بس كده الاساسي، لو جيت قست السايز هتلاقيه 3 ميجا بتاع اللي هو النيتف، ممكن تلاقي الحاجات الثانيه اللي هي الكروس بلاتفورم ممكن توصل 14 ميجا، حاجات كده خرافيه، احجام كبيره جدا بالنسبه للنيتف طبعا. نوت سويتابل تو في الايه للهيفي جرافيكس، يعني لو انت عايز تشتغل جيمز ومش عارف ايه ما تروحش الاول الكروس بلاتفورم موبايل ابلكيشنز، يعني هتضطر تروح لحاجه ثانيه، هترجع للنيتف يا اما تشتغل على الحاجات اللي هي خاصه بالموبايل ابلكيشنز كجيمز وجرافيكس زي يونيتي. يونيتي بيقدر يطلع حاجات زي كده، بيشتغل برضه كروس بلاتفورم وكلام زي كده، تمام؟ وبيطلع بقى حاجات جرافيكس وجيمنج وكلام زي كده، لكن دول مش مركزين في الحته دي قوي، تمام؟ دي الديس ادفانتج. لو انت بالنسبه لك يعني 2 3 ميجا مش تفرق، او انت اصلا مش شغال حاجه تخص الجرافيكس ولا جيمز وكلام من ده، كروس بلاتفورم تروح اللي يوديك للنيتف مثلا. طيب ده كده بالنسبه للايه؟ لل طب ايه التولز اللي انا عايز اشتغل كروس بلاتفورم؟ قلنا ان التولز عندنا رياكتيف، رياكت نيتف، زامرين، فلاتر، دول الاشهر، وقلنا ان اكسلريتور برضه ما حدش شايفها. طبعا في تولز كتير موجوده في السوق مبنيه بيها. هقارن مقارنه مطوله شويه لان انا هضم بصراحه الهايبريد، لان هم دول الخلاصه. انا طبعا استبعدت الويب، اللي عايز يشتغل ويب هو كده كده هيشتغل ويب وكده كده هيهتم بالحاجات اللي احنا قلنا عليها. لكن انا كده هحط دول الاساسيين قوي قدامي، لان دول الابس، الابس فعلا. وبعد كده هرجع اتكلم على الرياكت والزمن والفلاتر لوحدهم. التولز لو انا عايز اشتغل على النيتف، اكس كود، اب كود، اندرويد ستوديو، الكلام ده كله، ايديا بتاعت اسمه ايه؟ انتليجين، دول كلهم بيشتغلوا عادي. الهايبريد شغل ايونيك، اباتشي كوردوفا، اشتغل اوراكل جيت، كلام زي كده. الكروس عندي رياكت نيتف، زامرين، فلاتر، ماشي؟ الريندر انجن اللي بيعرض النيتف، النيتف. الهايبريد لازم يكون في براوزر هو اللي بيعرض، تمام كده؟ يعني براوزر بيزد زي ما زمنا. كروس بلاتفورم نيتف، كروس بلاتفورم بتطلع نيتف في الاخر، حلو كده. ايزي اوف ديفلوبمنت، النيتف طبعا لو انت بتشتغل حاجه واحده هتقول ايزي، لو انت بتشتغل اكتر من حاجه هتقول ده صعب ومختلفين وبتاع. الهايبريد هتقول ده ايزي جدا. الكروس بلاتفورم والله هم كلهم حلوين، بس يعني انت كده كده هتتعلمه وكده كده هتبذل نفس المجهود، حتى لو ما حبيتش احط اسهل، لان انا الاسهل دايما سؤال بيتقال بس انا ما بحبوش يعني. المهم يعني هتتعلمها وتشتغل، لكن بالنسبه للشركات طبعا النيتف في مشكله ان هو اكتر من فبيحتاج اكسبيرينس. الهايبرد اسهل واحد لان ده قريب من الويب والدنيا جميله. خلاص الكروس بلاتفورم يعني نقدر نقول الهايبرد يبقى اقل حاجه، الكروس بلاتفورم وسط، النيتف اعلى. طب لو واحد لسه بيتعلم اول مره كود وهيبدا يتعلم موبايل ابلكيشنز على طول هتفرق معايا؟ هيقول لي الهايبرد اسهل لما هو مش عارف حاجه في الويب، مش هيبقى اسهل، عشان كده ما بتحبش تبقى يعني باسم عام يعني. اللايبريز اللي ممكن تستخدمها النيتف طبعا
النيتف طبعا بينزل له حاجات برضو كتير. لو انا عايز اشتغل في سؤال، ولو انا عايز اشتغل عن اندرويد ستوديو وعايز ارن ابلكيشن، انا بحاول اقطع طبعا الاسئله مقلوبه. لو انا شغال على اندرويد ستوديو وعايز ارن ابلكيشن اي او اس، لازم افتح الاكس كود ولا ايه؟ اه طبعا. هتروح قصه تانيه خالص، تروح تفتح الاكس كود وتفتح ماك، يعني شوف بقى جهاز تاني ومكنه تانيه بابلكيشنز بتاعتها تانيه بلغه برمجه تانيه يعني. فالعمليه طبعا في النيتف بتبقى عامله قلق، تمام؟ طبعا النيتف ما بيعتمدش قوي على اللايبريز اللي هي الخارجيه. الهايبريد طبعا بيعتمد طبعا عليها، وكذلك الكروس بلاتفورم بيعتمد عليها، لان هي عباره عن فريم ورك ومجموعه من اللايبريز وبتتجمع مع بعض. السؤال بيحدثه زميلنا بيقول ايه؟ لا، هو مش بيقصد ان انا بتكلم عن النيتف، هو بيقصد ان انا بتكلم على الكروس بلاتفورم. يعني ايه؟ يعني بيقول ان هو لو هو بيكتب كود كروس بلاتفورم وعايز يطلع حاجه اي او اس وحاجه تطلع اندرويد، لا، انت بتشتغل كله جوه البيئه بتاعتك. مثلا شغال فلاتر، خلاص انت شغال فلاتر، فانت شغال كل الكود اللي بتكتبه انت عشان تطلع على الاي او اس او تكتب الاندرويد بتكتب جوه الايه؟ الفلاتر. انا شغال زامرين وشغال جوه بكتب في الكود اللي هو ماشي على استوديو فيجوال ستوديو كود، او فيجوال ستوديو اسف، وانا بكتب الزامر على فيجوال ستوديو، فانا بكتب في الفيجوال ستوديو للاي او اس والاندرويد. بس لما باجي بيلد، خد بالك من اللقطه دي، لما اجي بيلد خلاص، لازم لو انا هبيلد اي او اس لازم اكون على المكنه بتاعت اي او اس وعندي الاكس كود ومتحدث وكله تمام عشان يقدر يبيلد، لان هو بيرمي في الاخر على النيتف، فالنيتف هيطلع نيتف، فلازم يكون النيتف موجود. فدي لكن طول ما انت شغال وبتجرب وبتست الدنيا حلوه ومفيش اي مشكله خالص، لكن لما تيجي تطلع الفايل النهائي بتاع الاب لازم يكون طبعا مبني على النيتف، تمام؟ طيب الديباجنج بقى، الديباجنج في النيتف طبعا النيتف ديباجنج تولز المؤسسيه. الهايبريد ممكن اديباجه على النيتف وممكن اديباجه على الويب، يعني ممكن ارنه على الويب واديباج، ودي برضه ميزه. كروس بلاتفورم طبعا على حسب كل فريم ورك طبعا، يعني زامرن بيديباج، يعني برضه بيعتبروا بيديباج كل واحد ليه الديباجر بتاعه، تمام؟ يعني فلاتر الديباجر بتاعه عالي، الزامرن الديباجر بتاعه عالي، الرياكت نيتف الديباجر بتاعه مش اقل منهم شويه، اقل منهم شويه، تمام؟ طيب لسه برضو بقارن الكود بيز، النيتف طبعا سيبريت الكود بيز على حسب كل بلاتفورم، الهايبريد طبعا سنجل كود بيز على كله، طبعا دي ميزه. الكروس بلاتفورم سنجل كود بيز على كله، فما عندناش مشكله، كويس جدا. المميزات اللي احنا اتكلمنا فيها على السريع، طبعا هنا في النيتف بقدر اعمل فول اكسس للديفايس فيتشرز كلها، باورفول في البرفورمانس، اليو اي نيتف على كله، efficient application running، high quality، اليو اكس هاي كواليتي، الاي بي ايز بتاعتي اخر حاجه بقى اوصل لها بشكل مباشر. الدنيا جميله جدا جدا مع مين؟ مع النيتف. الهايبريد lower development cost، مميزات جامده، رخيص، different operating system support مش موجوده في النيتف، كود ريوز اقدر استخدمه اكتر من مره مش عندي مشكله. هو اللي بيستخدمه في الويب في الاندرويد، وهو اللي بيستخدمه في الاي او اس. كود افيشنت في الديفلوبمنت طبعا، كاستمايزيشن طبعا جميله جدا، بقدر اشتغل عليها بسهوله جدا. الكروس بلاتفورم ديفرنت اوبريتنج سيستم نفس الميزه، يو اي بيرفورمانس از اولموست فاست وقريبه من النيتف، يعني كروس بلاتفورم قريبه جدا سرعتها من النيتف. طبعا هو النيتف اسرع بس تعتبر مساويه ليه. كود ريوز، كوست افيشنت، افكتيف ديفلوبمنت طبعا على حسب طبعا اللغه والكلام ده. فطبعا مميزات كويسه جدا في الكروس، وبرده مميزات مقابله ليها في النيتف. فانا لو اقارن هيبقى يعني زي ما احنا شايفين كده. طب لو انا حبيت اتكلم عن العيوب، هقول طب العيوب بتاعت النيتف ان هو اصعب عيب ان هو مش مالتي بلاتفورم، بيشتغل كل واحد لوحده، وهاي كوست، والتايم بيعلى، ونو كود ريوز، كل دي برضه عيوب برضه مش قليله، عيوب مش قليله في النيتف.
وبيبقى مكلف جدا في الشركات. الهايبريد عيبه القاتل سلوال في البرفورمانس. بس ما لو انا موبايل ابلكيشن وبيتربط مع ويب ابلكيشن واي بي ايز مش هبقى حاسس بالمشكله دي، اقول لك صح، بس عندك برضو ليميت ان انت تاكسس الاوبريتنج سيستم فيتشر. طب انا ما عنديش بقى اوبريتنج سيستم فيتشر، مش عندي، مش قضيه بقى كويس تمام. طيب الكروس بلاتفورم جود بيرفورمانس، مش هاي بيرفورمانس زي النيتف، هو جود بيرفورمانس. الابلكيشن سايز كبير شويه، عنده مشاكل في الهيفي جرافيكس، ده بس نقدر نتكلم عليه. الاكزامبل طبعا بتاع البرامج كتير عشان بس وقتنا قرب يخلص. الحته دي مهمه جدا. طب انا اختار ازاي؟ حد كان عامل خريطه عجبتني قوي. انت تشتغل ايه؟ بص، او الشركه تختار ازاي تشتغل ايه من دول؟ هايبريد، كروس، ويب او بروجريسيف ويب يعني، ولا نيتف؟ حد بيتكلم ويب او بروجريسيف ويب ولا نيتف؟ فنقول له ايه؟ انت عايز موبايل ابلكيشن رخيص قدر الامكان؟ لو قلت لي اه، اسالك سؤال تاني، اسال نفسك سؤال تاني. خلاص تعرفنا عايزين حاجه رخيصه. هل انت عايز توصل للهاردوير زي الجي بي اس والكاميرا والمش عارف ايه والكلام ده كله؟ لو ما عندكش حاجه من دي، عايز الموبايل ابلكيشن هبيع عليه شويه منتجات وبتاع، ولا في بقى اكسس للكاميرا ولا جي بي اس ولا بتاع ولا من ده، خلاص يبقى انت حلو جدا، يبقى انت تروح على طول على الهايبريد موبايل ابلكيشن، ما تفكرش. اسهل حاجه وافضل حاجه لك. طيب والله انا عايزه رخيص بس لا هوصل للجي بي اس وعندي مشاكل مع الكاميرا وعندي وعندي وعندي. طيب لو كنت عايزه غالي او محتاج تاكسس الفيتشرز، هنخش على السؤال اللي بقى التالت بقى. عندك مشكله في البرفورمانس؟ يعني لو هياخد وقت شويه تبقى عندك مشكله ولا لا؟ ده سؤال بقى تسال نفسك ليه. لو انت بقى بت اي بي ايز وداتابيز ورا في الباك جراوند على السيرفر ومش عارف ايه وكلام زي كده، خلاص يبقى يعتبر بالنسبه لك هتتساوى في البرفورمانس مهما انت عملت خلاص. لو ما عندكش مشكله بده، هتروح بقى تسال نفسك السؤال الثاني بقى، هتعمل اي كوميرس موبايل ابلكيشن؟ يعني هو ده في الاخر لو الموضوع يجي عند الاي كوميرس موبايل ابلكيشنز، لو على طول خليك في البروجريسيف ويب. لو انت اي كوميرس موبايل ابلكيشن هتبقى جميله جدا، روح على طول على البروجريسيف ويب واسهل لك. طب لا انا مش هبني الاي كوميرس موبايل ابلكيشنز، يعني مش شركه، مش هبيع منتجات بس، يبقى اخش على كروس بلاتفورم بقى وخلاص. طيب طب انا لا البرفورمانس عندي تفرق تمام، هاجي اسال هنا السؤال اللي بعد كده، هل انت تقدر تجيب، هل تقدر تجيب اثنين تيمز يشتغلوا عندك في الشركه؟ لو ما عندكش مشكله انك تجيب اثنين تيمز، على طول روح نيتف، ما تفكرش. يعني انت ما عندكش فلوس كده، عندك مشكله في الفلوس ما عندكش مشكله، وعندك مش مشكله تجيب اثنين او تجيب تو ديفلوبمنت تيمز، ما عندكش مشكله، يبقى روح على طول على نيتف. طب نو، يبقى انت هترجع تاني تختار اوبشن، لازم ترجع للاوبشن من الاوبشنز اللي موجوده، ترجع تاني بقى الاصل. انا ما اخترتش بروجريسيف على فكره، السبب ده مش بروجريسيف، بمعناه انك هترجع تاني وانا ارجح ليك الكروس بلاتفورم. يعني لو كان نو ارجع للكروس بلاتفورم واسكت، يعني عشان تجيب بقى، يعني انت عايز توصل لكل الامكانيات بكله كله كله بس مش قادر تجيب تو تيمز، اخر سؤال، يبقى ارجع للكروس بلاتفورم، ارجع للكروس بلاتفورم. دي كده ازاي تختار هايبريد ولا كروس ولا ويب ولا نيتف. عايز اتكلم بقى على اللي هم التولز اللي هي في الفتره الاخيره واخده يعني دماغ الناس، لان اغلب الناس فعلا بتوجهها للكروس بلاتفورم اللي هم ساعات بنسميه هايبريد. زامرين، رياكت، فلاتر، دول اللي هقارن ما بينهم. طبعا زامرين اقدمهم من 2011، رياكت الناس اللي طلعت بعديها 2015، فلاتر 2017 2018. طبعا زامرين تبع مايكروسوفت، رياكت نيتف تبع فيسبوك، فلاتر جوجل، وحوش البرزنتيشن لانجوج. يعني لما بنعرض الانترفيس بنعمل حاجه اسمها اللغه اسمها اكس ام ال، او طبعا او زامرين فورمز بنبني بيها الايه الزامرين يوزر انترفيس. في الرياكت نيتف بنبني كله جافا سكريبت او جي اس اكس. فلاتر بتبني الانترفيس بحاجه اسمها لغه اسمها دارت. طب اللغه الاساسيه اللي بيتكتب بيها لغه بيتكتب بيها الابلكيشن اللي هو الزامرين سي شارب. طب الرياكت نيتف بتتكتب اصلا بالجافا سكريبت. الفلاتر بتتكتب برضه بدارت.
تمام. تلاحظ ان اكتيف وفلاتر الاثنين شغالين نفس اللانجوج في اليوزر انتر في اليوزر انترفيس وفي بروسيجر لانجوج بتاعتها. البوبيلاريتي قد ايه هي منتشره في السوق او بتنتشر في السوق. الزامرين للاسف بالديكريزنج بتقل الوقت انتشارها في السوق. الرياكت نيتف طالع والفلاتر طالع تمام كمستقبل. الكوست الزامرين بيديك فري بس لما بتبدا ايه الناس تشتغل كتير يعني اكتر من خمسه بيبدا يقول لك لازم تشتري بقى ايه تشتري نسخه منه وكلام زي كده. حتى ما اعرفش لسه متمسكين بالموضوع ده ولا غيره. الرياكت نيتف فري، الفلاتر فري. طيب الاركتكشر بتاع الزامرين بيشرح حاجه اسمها زامرين مونو. الرياكت نيتف بيشرح حاجه اسمها فلاكس. الفلاتر على سي بلس بلس انجن. بوبيلاريتي طبعا خدوا بالكم من الاحصائيات اللي انا عارضها هنا في البيج دي جايبها مع على نت سوليوشن ستاتستيكالز يعني. فالبوبيلاريتي قد ايه هو منتشر؟ مديني الزامرين 4 من 5. الرياكت نيتف 5 من 5 ياخد 5 من 5. الفلاتر تاخد 4 من 5. يعني في قد ايه بوبيلر الرياكت نيتف تاخد احسن واحد. البرفورمانس فلاتر ياخد رقم واحد في البرفورمانس. الرياكت نيتف والزامرين قريبين من بعض. تمام كده؟ طيب انا بدي كل الاحصاءات عشان تعرف تشوف انه الافضل. الاي دي اي الزامرين بيشتغل على فيجوال ستوديو. الرياكت نيتف اي اي دي اي بتشتغل جافا سكريبت هو رايح ما عندوش مشكله. الفلاتر بيشتغل طبعا على الاندرويد ستوديو او الانتلي جي ايديا او غيره تمام. دول الايه الاشهر يعني. طيب لسه برضه هقارن ما بينهم. سيف احمد لو عايز تسال اتفضل. اركتكشر باترن طبعا ديزاين باترن طبعا في الزمن بيشتغل ام في سي وبيشتغل ام في في ام. طبعا مفيش وقت ان اشرح ايه الفروق ما بينهم ونظامهم لان ده لوحدهم قصه طويله لكن عايز اقول بس الفرايتي عندك اختلاف في الرياكت نيتف هتلاقي اكتر ام في بي ام في سي ام في في ام ريدكس ما عندكش مشكله وكذلك فلاتر برضه الام في بي والام في سي والام في اي والام في في ام والريدكس مشهور فتلاحظ ان الزمن مقفول شويه على الام في سي والام في في ام طبعا بس الكلام ده هيتحدث بسرعه جدا. الصفحه دي كل الاحصائيات اللي جايبها جايبها من على الهاكر نو تمام. الابلكيشن بيرفورمانس الزمرين ياخد 4 من 10 في البرفورمانس على الهاكر نون. على الرياكت نيتف واخد 5 من 10. فلاتر واخد 9 من 10 في البرفورمانس خد بالك تمام. طيب انا مش سامعك يا سيف لكن ممكن تكتب السؤال بتاعك وانا هرد عليه ان شاء الله لو عندك اي سؤال تمام. الهايبرلز والتولز الزمرين ياخد فيها المساعده يعني الزمرين ياخد فيها 6 من 10. الرياكت نيتف تاخد فيها 7 من 10. التولز واللايبرريز بتاعتها احسن شويه او قريبه من الزمرين لكن طبعا الفلاتر واقع في الحته دي. بس الفلاتر ليه واقع في الحته دي؟ الفلاتر واقع في الحته عشان لسه جديد بس شويه بس كده ايه الباكجز هتنزل والدنيا هتنزل وهيكسر الحاجز ده. فالعيب اللي موجود دلوقتي دوت كمان شويه مش هيبقى عيب يعني تمام. الثيرد بارتي سبورت يعني في ثيرد بارتس بتركب مع الحاجه وكلام زي كده هتلاقي ان طيب كنا بنتكلم على ثيرد بارتي قلنا الزمن بتاخد 6 من 10 فلاتر هتلاقيها واقعه برضه لان لسه جايه بس عشان لسه جديده فلسه باكجز برضه وثيرد بارتيز ما اتربطتش كلها وكده مع وقت ده هي يعني الاثنين دول هيتكسروا يعني اللاعبين دول هيتكسروا مع الوقت. لكن تلاحظ ان الرياكت نيتف واخد نسبه اعلى في الحته دي والحته اللي فاتت تمام كويس. اليو اي بتاعت الزمن مش محبوبه قوي. الرياكت نيتف اليو اي بتاعتها احسن والفلاتر بالرياكت اليو اي بتاعتها احسن بكتير. لدرجه ان اليو اي بتاع فلاتر مدينا 9 من 10 رياكت نيتف تحتيها 7 من 10 الزمن منزلين اليو اي بتاعته لغايه 4 من 10 على هاكر نو. الدوكيومنتيشن كلهم كويسين جدا في الدوكيومنتيشن بتاعهم موجود. الكوميونتي بتاعتهم كلهم متشابهين. هو هنا مد فلاتر 8 ورياكت نيتف 8 والزمن 7 بس هم تقريبا زي بعض فما فيش عندنا مشكله. العكس تلاقي فلاتر اقل في الكوميونتي لان الناس فعلا ما اتشهرتش للدرجه الكبيره بس هي بس الديفلوبرز اللي جريوا عليها لان الشركات ما جريتش.
طيب في برضه حاجه تخص اليو اي، بما اننا بنتكلم على اليو اي، لو اتكلمت على اليو اي واتكلمت في اليو اي الحته الاولانيه دي اللي انا اقصد بيها، اقصد بيها شكل الكنترولز قريب من بتاع دوت النيتف ولا لا. تمام. اما الحته الاخيره دي اللي هي الاف بي اس اللي هي الفريم بير سكندز في يو اي، يعني لما تيجي تفتح الابلكيشن هو سموث في العرض بتاعه وكويس ولا لا. فطبعا الاف بي اس هتلاقوا كمان في موقع كده بتتكلم على التفصيل دوت، هتلاقوا ان فلاتر واخد احسن عرض اليو اي سموث جدا، هتلاقوا الرياكت نيتف اقل منه شويه، زمرن اسوء واحد في العرض السموث بتاع الايه الابلكيشنز الموجوده. ماتيوريتي اللي هي المقصود بيها قد ايه ناضج في السوق ومتشبع افكاره ومتقفله، هتلاقي لا الزمرن هو احسن واحد فيهم. بعد كده الرياكت نيتف طبعا عشان هو الزمن، يعني هو بس مجرد الزمن، تحتيه الرياكت نيتف، اقل منهم خالص لسه فلاتر لان لسه ما تربطش مع الحاجات كلها بشكل قوي. لكن فلاتر كمان سنين قريبه هيبقى افضل بكتير من الرياكت نيتف والزمن لو قعد مستمر وبيحدث نفسه بشكل قوي، لانه كان بيشتغل على الويب وبيشتغل على كمان على الديسكتوب بتاعها وكلام يعني اقوى في بعض الايه في بعض الحاجات دي. كانت كده فكره عن الموبايل ابلكيشنز. اي حد عايز يخش في المجال يا ريت يعني يبص على الحاجات دي لان يفهم الاول هو رايح فين وجاي منين. اشكركم طبعا على حسن استماعكم، وقبل ما امشي لو في اي حد ليه اسئله هستنى دقايق، وانا طبعا اسف اخرت عليكم زودت بتاع 7 8 دقايق كده. فلو في اي اسئله اي مناقشات اي شيء اي اسئله اي نوع. طيب معنا سؤال، شكرا لك يا استاذ ابراهيم. طيب اشكركم جدا، ويا رب تكون كانت محاضره مفيده ويكون فيها معلومات تفيدكم. واشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.